العامل الأساسي. نعم بارك الله. تعال إلى الواقع. نعم. من الأول إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كذب، لأن الواقعة تقسم الناس في بدايتها في الجزاء أقساما ثلاثة، وتقسمهم عند خروج الروح في آخرها أقساما ثلاثة. إحنا خلينا إيه في الجزاء، أن خروج الروح الواقعة يوم القيامة. القيامة نعم. نعم. ليس لوقعتها كذب خافضة رافعة، تخفض أهل المعاصي بذنوبهم وترفع أهل التقوى بإيمانهم. خافضة رافعة، ترفع الذليل بطاعته لله وتخفض العزيز بمعصيته لله. نعم. ما هذا؟ قال والله هذا رجل قد مات يغسله أهل. قال أرى هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، دخل رأى أبو حازم يغسل الرجل فوقف واتعظ، قال وددت أن أكون غسالا أغسل الموتى ولا ألي أمر المسلمين يوما واحدا. فقال أبو حازم لمن أمامه صب، نحمد الله الذي جعلهم عند موتهم يتمنون حياتنا ونحن عند موتنا لا نتمنى حياتهم. يا سلام يا سلام يا سلام. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بس. يعني البسيس اللي هو الايه الدقيق ملتود بالسمن، تجبت الرقيق على كانها فيها سبحان الطرق كالعهن المنفوش سبحان الله. فكانت هباء منبثة. الهباء هو التراب الذي يسير من سنابك الخيل عند جريها، هذا الغبار هذا هو سبحان الله. نعم نعم الله. وكنتم ازواجا ثلاثة، تعال تقسيمك. ايوه نعم. فاصحاب الميمنة، ما اصحاب الميمنة؟ هذا تساؤل ام ماذا؟ لا لا يعني مدح. هذه الاقسام الثلاثة، أصحاب الميمنة، ما أصحاب الميمنة، ما أدراك أنت بهم، أنت لا تعرف، لسه هنحكي لك. نعم. آه.